يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، وأحذركم وأحذر نفسي عن عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن موت العلماء خطب جلل تتشنف له المسامع بل تذرف له المدامع، لأن بموتهم تضوى صفحات لامعة وسجلات ناسعة من خصال الخير المتكاثرة، فرحيل العلماء ثلمة لا تسد ومصيبة لا تحد وفجيعة لا تنسى. فموت العالم معناه انهيار الأمة وتهدم لبنيان أقوام وحضارات أمم. أيها الإخوة المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين، حفظ هذا الدين وضمن حفظه. وحفظ الدين أيها الإخوة والأخوات أعظم مقاصد هذا الشريعة الغراء، ومن أعظم أسباب حفظ الدين حفظه بالرجال المخلصين والعلماء العاملين، فوجودهم في الأمة حفظ لدينها وصون لعزتها وكرامتها وذود عن حياضها، فإنهم الحصن الحصين والسياج المتين الذي يحول بين هذا الدين وأعدائه. إخوة الإسلام، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حكم على خلقه الموت وانقضاء أجله، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها الإخوة المسلمون، إنما يزيد المصيبة مصيبة أخرى قتل العلماء واستباحة دمائهم، قتل العلماء واستباحة دمائهم
فهذا مصيبة ما بعدها مصيبة، ومصيبة أيها الإخوة أن يستحل دم المسلم. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، وسئل عن الكبائر فقال: أشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. وقال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: أشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناسيته، ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا ربي هذا قتلني حتى يدني، هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. أيها الإخوة المسلمون، إن حرمة دم المسلم يكفي في بيان خطورتها ما ورد من ترهيب مخيف في سفك دم المسلم بغير حق. ولا شك أن حرمة دم المسلمين مقدمة على حرمة الكعبة المشرفة، بل حرمة دم المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا. فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أديبك وأديب ريحك،
ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. أيها الإخوة المسلمون، إن أعظم أنواع الحرمة دم أهل العلم، لأنه أشد الفقد على النفوس وأشده على الأمة لوعة وأثرا. قتل العلماء الربانيين والأئمة المصلحين ذلكم يا عباد الله، لأن للعلماء مكانة عظمى ومنزلة كبرى، فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة، هم للناس شموس ساطعة وكواكب لامعة، وللأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها، بهم حفظ الدين وبهم حفظوا، وبهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون به أهل العمى، ويهدون به من ضل إلى الهدى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، وما عزت الأمة وبلغت سامق القمم وأشيدت سروح الحضارات وقامت الأمجاد وتحققت الانتصارات بعد الله إلا بهم، فهم أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم مادة حياة القلوب وغذاء الأرواح وقوت الضمائر وزاد القرائح. ومهما سيغت النعوت والمدائح في فضائلهم فلم توفيهم حقهم. أيها العلم أيها المسلمون، العالم للأمة بدرها الساري وسلسالها الجاري، لا سيما أئمة الدين وعلماء الشريعة، ولذلك كان فقدهم من أعظم الرزايا والبلية، بموتهم أعظم البلايا. وأن للمدلجين في دياجير الظلمات أن يهتدوا إذا طمست النجوم المضيعة. صحح عند أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم وأوشك أن تضل الهدى. يقول إمام أبو بكر الآجري رحمه الله: فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة يحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فقيض الله لهم فيهم مصابيحا تضيء لهم، فسلكوه على السلام والعافية، ثم جاءت فئام من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إن أطفئت المصابيح فبقوا في ظلمة، فما ظنكم بهم؟ فهكذا العلماء في الناس أيها الإخوة. وحسبكم يا عباد الله في بيان فداحة هذا الخطب وعظيم مقدار هذه النازلة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويوضح ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج، تظهر الفتن ويكثر الهرج، ويقبض العلم. فسمعه عمر فأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكن فناء العلماء.
أيها الإخوة المسلمون، يقول ابن عباس ترجمان القرآن رحمه الله رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرها بموت علمائها وفقهائها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهل العلم. وقال الحسن رحمه الله: موت العلماء ثلمة لا تسد، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال لسعيد بن جبير رحمه الله: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وقال رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وفي الأثر عن علي رضي الله عنه قال: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. وقال رجل لابن سيرين رحمه الله: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنتف منها ثم طار حتى دخل السماء. فقال ابن سيرين رحمه الله: هذا قبض العلماء. فلم تمضي تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق، وقد كان سلف رحمهم الله يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم. يقول أيوب رحمه الله: إني أخبرت بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. يقول الألكائي رحمه الله: أن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل العابد فما يرى ذلك فيه. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب أهل العلم. أيها الإخوة المسلمون، إن قتل العلماء جريمة كل من شارك فيه ولو بشدر كلمة، فإن الأمة تحيا بعلمائها، فهم الذين يقودونهم على صراط الله المستقيم ويحفظونهم عن الزلل والهلاك والفساد والانحراف والضلال. فآخر شيء تحتفظه الأمة هي علماؤها. اللهم ارحم عالمنا شيخ عبد القادر نور فارح يا أرحم الراحمين. اللهم أدخله فسيح جنانك. اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين. اغتيل شيخ عبد القادر نور فارح المحدث الحافظ رحمه الله في عصر يوم الجمعة وهو يصلي في مسجده في مدينة قروة، وهو عالم عمره 75 سنة أو أكثر، محدث داعية في بلده، عالم من علماء المسلمين في المشرق الإفريقي في الصومال خاصة. اغتاله ولد شاب عمره 25 سنة وهو في الصلاة، وهو قائم في صلاة العصر، ولد قتله برصاصة، فخر الشيخ ميتا. وكلنا نعرف شيخ عبد القادر نور فارح حفظه الله
رحمه الله رحمة واسعة وأدخله الله فسيح جنانه. إن الخطورة ليست وحدها اغتيال الشيخ، ولكن الخطورة تأتي الانحراف الذي أتى من يغتيل الشيخ، وهو استباحة الدماء المسلمين بما فيهم العلماء والعقلاء. هذه هي 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 الخطر، لأن الانحراف وقتل الناس بالمساجد من صفات الخوارج، والخوارج أعظم ناس قتلا للمسلمين، فهم الذين قتلوا الأئمة، قتلوا في المساجد. وهذا يوضح أن منهج هذه الجماعة منهج منحرف للغاية. ولا تشكوا أنهم على ضلال، فقد بين أفعالهم ما هم فيه من المعتقد كقتل أهل العلم. لماذا يقتلون أهل العلم يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات؟ فمن شارك في منهجهم وساعدهم ولو بشطر كلمة فهو معهم ومشاركهم في الإثم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفرونا والغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، خطبة حكوسة بسنتها لمشهد علماء وحل الدليمانتا بعد العصر، صلاة عصر كذب سقو صلاة عصر كجرو الشيخ عبد القادر نور فارح وقعمي لويقان ayaa lagu dilay magaalada Garoowe Soomaadkiisu ku jira. Waxa dilay wiil yar soo salaad ku jiro oo salaadii casr u taagan baada Jumca ayaa la dilay. Marka ayuha ikhwa, ahamiyada culimada ay leedahay iyo dilka qofka muslimka dhigiisa uu leeyahay ayaa khutbada ku saabsan tahay. Ayuha ikhwa, 20 سنة waxaan ku jirnay isdil kaba reebel loo dilo kuwa loo dhaco. Reebel waa loo kufsado, reebel ha loo banaysa dhiiggooda. Intaasaan ku soo jirnay muddo aad u fara badan. Markaasi naga cuntay wax halaala wixii qiimo lahaa oo dhan, ninkii geesi ahaa, ninkii wax bartay, ninkii mutacallimka, ninkii sheekha ah, nin walba waa naga cuntay. waxaa hadda ay maraysaa in dadkii culimada ahaa ay in la laayo. waxaa hortiis la dilay Sheikh Cabdulqaadir fadiilada doktor Axmed Sheikh Cabdiraxmaan Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ninkii jaamacadda Bari Islaamiga uu ahaa directorka ama madaxda ka ahaa, nin sheekho weyn oo caalim u ahaa. Waa la dilay, waa iska gudubtay. هذا الشيخ عبد القادر لو حجي، هذه مصيبة. علماء أيها الإخوة، لمشهد أمد أودن، لمشهد علماء ولمشهد إلهي دين تنو كحف ذي علماء. هذه علماء لو هي دين تو ضيع ميسا، وحيمانا يا جهلي، وحيمانا يا دتك إن اللومان، هذه دتك اللومان. waa ummad oo dhan waa halaagsamaysa. Culimada ahamiyadeeda
ama dhiigga muslimka xaaraanimadiisa nusuus badanaa ku soo aroortay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قفكي قف مسلم أدله سؤل كعد لاي جزيه سوى جهنم إلهي سبحانه وتعالى سو كوارا يوليجيس إلهي نوى وعرضي سبحانه وتعالى إلهي وان نعلى ذي وحونا أودياري إلهي عذاب أليم أي إلهي أودياري سبحانه وتعالى عذاب وين إلهي أودياري انت أسأل السجود رقف مسلم وقف كيد الله وحوير النبي عليه الصلاة والسلام حرمذك عبدا وين تا إلهي أكتيسا لكن حرمذا وحكا وين ديك مسلم كا وحكرو النبي اللي قولي عليه الصلاة والسلام يري الدنيا ذو زوشه ايا كسهلا قف مسلم دل كيسا قف عالم دل كيسا اسكدا قف عالمه امدد دن نولينا وارلدن الهي كن نولينا سبحانه وتعالى وامدتو سيناي كي مدحدها كي دلين يردها كي غلوعنا كي فاسدك كي انحرافك قبي كل تو سيناي علينا كو علينا ودد سحدا نكا امدو دن كن نوشاهي دل كيسا اسكدا فساق ما الهي اللوغو دوانا سبحانه وتعالى ما دعا كرتا إنا قول إسلام كو قارتو ترى داني وحان كو قارا إنا علمات الله دميو أيان كو قارا يا قوشي إسلام كاهيد وإسلام كو كسو عدين هيا كيف ترى خطورة هذه الفكرة سيدا خطورة دا إوتاه خطر وتاه فكر كا تدك مركان للاي أخيارتي سي علمات اسم مركان للاي إسلام كي أنا قان سو عدين هيا وإسلام كي أن نقونا واحد دي لشيخة ندال يروه الله ما تنجره لن يرى هو حلقية أبو حلقو سوش بالميقان لكن اللي يري الشيخ ديل كيسا كجرنا قليسا الشيخ وعقبة دانو دين تي إسلام كونن هرتا قانتي أساق اللي ديلو دين تي إسلام كوا صون نقونيسا وحاسين لقو أخريا لقيا أبا لأن فكر كان خوارشتا وفكر كددك مسلمين تا اللاين تود وليو مساجد لقو ديلو وحا إسكال فكر كخوارشتا إسكال ومنهج كخوارج النبي كان وحي عليه الصلاة والسلام يعني وضدك أقشر بدن تحت أديم السماء دول كان هوستي سوحة أقشر بدن وضدك سوير شر وقتلة تحت أديم السماء وحي صلاة دو صلاة دو مركع أرتسي وتكنا يعني صلاة دو واحد قريسة وحلا ده هاي صلاة أنت كذا ما بجر تذكر كان سيء وتكذا وجه هذا واحد بوداه ورجلي بكجيلة سجود بنان تدرتين وحجر وانا كلاب أهل النار أهل النار كأيه سوى كلاب لأنها يقتلون المسلمين ويتركون المشركين ومن أنت لاينا يا مشركين تنواكتك يا هذه مشكلة مسائل كإنحراف ك وعقدي جاء وضدك الله وشبه وضدك إيقاتان وخطير هذه خطير أيها الإخوة مركز هوست سوغشو قشطو حلقة يابا إني أذيقو ننكا تخلصتو صحابة ديو جوكت رضوان الله عليهم ايو يتاقيهن عبد الله بن عباس رقي صحابة دي يتاقيهن ايو حل يردين تي أذينكا مقرانيسا أذينكا دين تي أدكو عياريسا علي بن أبي طالب او توكنايو أي أنه وحي رمارة لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا إلهي أشركيش عملك هذا وبرايا علي كل مسايد كده حيسوك لي ولا تكونن من الخاسرين ساسوك لي يعني مسايد كده حيسوك لي إن الحكم إلا لله مسايد كده حيسوك لي إن الحكم إلا لله وح محرابك وح كدل ومنهج كاس وحا آدي آد مصيبة قفك يعني كقيب قادنا أما تاغير أيو أما فكرة كو تاغير أما كو تاغير يعني نقالها كو تاغير أما وحا كو تاغير كاسا خطيرة رنتي إن آد كقيب قادت دلك تدك أخيارتا ما المكو هرئيس إن أضيال لغو دلي أو وييلة أو يعرين إسن وها يعني دلك واسعودة تدك أخيار الأمة لدمينة أيو خير الأمة هتيرة ما تمحى إسوس سهراء دتك مجدي إسوس سهراء هل قف وح
wax loo dhiga male qof ummadda caalim ah oo yacni diinta ilaahay yaqaan oo caamil ah oo caabid ah. Waa muxadis sheekh Cabdiqaadir Nurfar, wuxuu ka soo baxay jaamaca Islaamiya. Ardaydii wuxuu ahaa sheekh Maxamed Amiin Shanqiidi, saaxiba tafsiir Adwaa' Albayaan, sheekha iskale, sheekha ardaydiisi uu ahaa. Wuxuu ahaa culummadii Soomaalida oo duruusta iyo cilmiga fidin jiray intay xataa jaamacadda aadin ka hor. Waa intii waddanka joogo dhan wuxuu ku jiray dacwa. Maalinkan bartay iyo maalinkan arkay waxaan ku arkayay isagoo oo duruus akhrinayo, isagoo dacwo wado, isagoo dadkiisii ku dhex jira, isagoo dhex taagan, isagoo aan meel uga dhaqaaqayn. Waxaa khatiirka ahoo sii khatiirka ah, waxaa fikirkan manhajkana khatiira, aad halis u ah oo ummadda aan waxba u reebaynin. Waxaa aada khatiira wiil yaraa yani ayaa dilka fuliyey. Waxaa wax Dr. Axmed Dire waa wiilal yar yar ah, iyagana wareysigood waa dhegaysateen. Ilmaha yar yarka ah wax kastaa lagu shubi karaa. Ixdaruu calaa awlaadikum, ilmihiina u taxadara, ha u dhiibina qof munxarif ah, oo hadhow tacanugaadii qof culumo adilo. Ninkaa yarka oo sheekha dila caalimka ah, dadkii ehelkiisa waa naxsan yihiin. Keef se u dilo, waa la qabtay isaga, waa la hayaa. See u dilay waa fajaca, leanna ilmaha yararka ah ha u gelina dadka munxarifiinta ah, ha u gelinina gacanta. Qur-aana u dhigaa u leeyahay, dugsiyan u dhigaa u leeyahay, meel luuqu kula jira. Canugeed hadduu dad dilasha beri, adaa mas-uulka, leannaka adaa adiga u dhiibay. Gaalada ilmahooda uma ogolina wax u sheegto, leanna ilmaha waa yar yihiin, waxa ma xamili karaan, waxa u sheegaysa ma istaacaabi karaan. Marka ilmihiina meeshay tagayaan iyo la socdaan ka warqaba, culimmadayaanay dhammaynin, dadkaysan laaynin. Qofkan munxarifka isagu bannaanka ma imaanayo, gadaaluu iska joogaa isaga, luuqyadaasuu ku jiraa isaga, bas waxbuu ku akhrinaya canugii. Marka canugii marka wax lagu akhriyana ma kala garto wuxuu samaynaya, inay wax weyn yihiin, inay wax yaryar yihiin ma kala garna. Ixdaruu calaa awlaadikum ayuhal ikhwa, ilmihiina qofka u dhiibaysiin waa amaana, ilmihiina ka taxadar qofka u dhiibaysa. Nin awaligiis qur-aan dhigan iyo diin dhigan ayaa wuxuu kula qur-aanan dhigaya. Shalay mid gangi ahaya wuxuu le qur-aanan dhigaa hadda maanta, maxaad dhigaysa adigana canugaad waa u dhiibtay. Waxaa u dhi waxaa leedahay qur-aan ibar, keef qur-aanku ugu bara canuga. Isagiyaa u baahan qur-aanka in la baro, isagiyaa u baahan in la tarbiya, isagiyaa u baahan in la saxo. Marka ixdaruu calaa awlaadikum ayuhal ikhwa, ilmaha haddii gacanta loo geliyo waxaanan khayr lahayn, waxaa ka imaana waxaanan khayr lahayn. Sheekh Cabdiqaadir waa tegey, 80 jir uu ahaa, cimrigiisi wuxuu kusoo dhammaystay dacwa. Waxaa diin la-aan ku dhacday oo halaagsamay, ninkii amray dilkiisa, ninkii amray wax ku bixiyey, ninkii taageeray, ninkii walow bishay basiid ah wax yar ha noqotay ka qayb qaatay, dhiiggaadii waa lagu haystaa ugu. Ilaahi waa kugu soo horjoojina subxaanahu wa tacaala. Ummaddaana waxa ku socdo mu'aamare badanaa ku socoto. Waxa ku socdo hadda in lagu laayo magaca diinta, inay gaalaa ka dambaysa waxa kan. Waxa qof muslim kama dambayn karo, caalim dilkiisa, caaqil dilkiisa, yacni qof waxtara dilkiisa kama dambayn karo qof ummaddan wax u rabo. Waxaa ka dambeeya oo keliya dad acdaa islaam ah, acdaadii muslimiinta ah, ummaddan u rabay inay madax kor usoo qaado ayaa ka dambeeya. Laakiin shaar diin u labisan iyo diintan soo celinaya iyo waa jihaadaya iyo maaragtay islaam gaara necbahay oo la dagaalamaya. Islaamku wuxuu amraa baadiriga xataa haddii dagaal lagu jiro. Nabiga wuxuu yidhi baadiri haddaad aragtaan ku jira kaniisadiisa faraha ka qaada, ha dilin. Hadaa fiqiga diinta islaamka waa saas. Gaalka muxaaribka lala dagaalamayo, haweenka ha dilina, caruurta ha dilina, baadiriga kaniisada ku jira faraha ka qaadu nebiga hadduusan dagaalka ku jirin. Keef culummadii ummaddan see u dilaysaa? Waa ummaddan Soomaali wax u gaara ummadaha kale waa la iskhilaafaa, laakiin dilka iyo eliminationka dadka muslimiinta culummadooda iyo khiyaartooda waa wax aanan horey taariikhda islaamka u soo marin. Waa arrin khatiir ah,
aad iyo aad halis u ah. Qof walbana inuu ka hortagay waajib tahay, waa arrin khatiir ah. Ummadda maxaa u soo haray, waxba u soo haray, indhahay isku qabsanaysa ummadda haddii culimmadii laga laayo. Ninka caalimka haddii laga dilo yaa booskiisii galayo. Salafku waxay yidhaahdeen caalimka meesha hadduu ka baxo cid kale oo geli kartaa ma jiro, isagii na soo noqon maayo. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم ارحم الشيخ عبد القادر نور فارح. اللهم إنا نشهد له بالخير يا رب العالمين. اللهم أدخله فسيح جنانك يا أرحم الراحمين. اللهم عود أهله وأولاده. اللهم صل على سيدنا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا تراسوا سد الخلل. الله أكبر.